العيد بقى لازم نعمل شويه حلويات، ممكن وارد وحماتك جايه والحبايب جايين نجيب دسه جاتوه تورتايه، الحاجات دي كلها ماشي. انا عايز اعمل النهارده تورتايه بالفواكه المشكله، الفواكه المشكله اللي موجوده عندك في درج التلاجة، في منها بطيخ وعنب وتفاح وعندك موز، ممكن تحط اناناس، الفواكه اللي موجوده عندك اخليك تقطعيها وتحطها في قلب كيكه هتكسر الدنيا. قطعه من الكيكه دي بعد لحمه الراس حكايه، رحنا في مكان تاني وكوبايه الشاي والحمد لله رب العالمين وضيوفك زي الفل. عينيا مقادير الكيكه على الشاشه كالاتي، معانا تشكيله من الفواكه اللي موجوده عندك، حلو الكلام، ومعانا طبعا في الدقيق كوبايتين، معانا البيض والبيكنج باودر والفانيليا والحليب والزيت، حلو. ولكن طبيعي اتعلمنا من الشيف المغازي، طالما بنعمل حلويات بتغيري كل حاجه قدام ايدك، تقطيع السكينه، جرافزاتك، البلانشه، كل ده مطلوب. تعالوا نشوف ازاي نعمل كيكه بالفواكه بما ان احنا في العيد، وتريحي جوزك، هات دسه جاتوه معاك، هات شويه، هات تورتايه، هات صينيه بسبوسه، مفيش مانع هيجيبه الراجل يعني، بس انا عايزك تعمل لي حاجه حلوه في البيت تبقى لطيفه وجميله ويبقى لها طعم تاني. هناخد الفواكه الجميله دي نقطعها مع بعض كده. شفت انا اشتغلت ازاي؟ الحاجه اللي بتاخد وقت حطيتها على النار ونسيتها، حلو الكلام؟ اول حاجه هناخد الفواكه دي نقطعها بشكل حلو، خليها هنا كده اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، سكينه، الموز، فواكه يا شيف عادي، فواكه طازه هنعملها كيكه. انا اعرف الانجليش كيك اللي احنا عارفينه بيتعمل بالفواكه المجففه اللي هو الياميش والقراصيا والزبيب والحاجات دي كلها، ولكن فواكه طازه اصبري معايا يا ست الكل، وشوفي انا هعمل ايه دلوقتي مع الموز اللي الولاد مش عايزين ياكلوه. قطع كده التفاح الحلو ده بالشكل ده كده، الله على ريحه البصله وهي بتتحمر مع الجزر، وده التفاح بتاعنا الجميل الحلو. نعم، افتح لك الحلة، عينيا عايز تشوف الحاجات الحلوة اللي فيها، بص على الحلاوة، حلو، وادي التفاح بتاعنا، في عنب، في عنب، كل أنواع العنب موجود. والعنب اللي جاينا ده من غير بذر، اختار العنب اللي يكون من غير بذر عشان ما تبقاش حماتك عندك وتلاقي بذرايه في قلب الكيكه هي مش تعرف ان دي بتاعت عنب، بقى هتتعمل ايه مش عارفين، فخليك انت كده ايه بعيد عن الايه الشبهات. ادي العنب يتقطع كده، ده ما فيهوش بذر، قطف كده، انا بحب الكيكه دي على فكره، باكل كيكه باكل فواكه، ده ايه اسمه خوخ، سكر، ده طعمه حلو زي العسل قوي على فكره، وانا احب الفواكه بشرتها الالياف بتاعتها دي على فكره، مشاكل الامساك، مشاكل القولون، الحاجات دي حلوه على فكره، فواكه بشرتها الطف حاجه. التقطيعه دي مطلوبه، كمان واحده، هتحط بطيخ، احط بطيخ يا فندم والله، في قلب الكيكه احط بطيخ، ما هي في الاخر هتتحول سوائل. والله كنت جايبه بطيخه حلوه ولقيت حته حلوه في الثلاجه، وادي البطيخ، الا البذر، اوعى تحط البذر بتاع البطيخ، لقينا بذريه اهي، خلي بالك هيبقى موقفك وحش قوي مع تيتا البنات اللي بتتعلم مطبخ، شفت يطلع لي بذريه، خلي بالك الحاجات دي مطلوبه، لاحظوا ان انا بقطع بالراحه هنا والمخرج بيقول لي اوعى البذريه، شايفين بطيخه اهي، حلو، بطيخ، كل ده شيف، كمان بطيخ، بطيخ مع الكيكة أول مرة أشوف الموضوع ده، في بذراية أهي، أعدالي جوه دي ليه؟ حلو؟ بس تمام، هعمل إيه بعد كده؟ قرفة ناعمة، قرفة ناعمة، بسم الله الرحمن الرحيم، قرفة ناعمة، ارفع البطيخ، ارفع البطيخ، عصرة ليمون على البطيخ، عصرة ليمون على البطيخ، حلو الكلام؟ معلقتين من الدقيق بس، خلاص نقلب دول مع بعض ونخليهم على جنب. دي أول حاجة أنا عملتها، أول حاجة عملتها قطعت الفواكه، لما تحط عليهم دقيق، حلو؟
عملت ايه يا شيف؟ قطعت الفواكه، حطيت عليها قرفه ناعمه، وحطيت عليها معلقتين من الدقيق. ليه حطيت دقيق بقى يا عم الشيف؟ عشان الفواكه دي ما تتعجنش مع بعضيها وتبقى في قلب الكيكه كل واحده لها شخصيتها. حلو، خليها على جنب. تمام، بقيت الموضوع عندي. بجيب بوله تانية خالص، وعندي مقادير الكيكه 3 بيضات، حلو، بنحط الفانيليا على البيض عشان الزفاره، ده الطبيعي. في المقادير عندي سكر نص كوب ولا واحد كوب، والفواكه غنيه بالسكريات. بنخلط السكر مع البيض يا عم الشيف مع الفانيليا، مخرجنا الجميل بص على الحلاوه هنا، هو ده هو ده هو ده. شوف القوام ده كده. البيض يتخفق مع السكر عشان سرعه الخفقان. حلو، بص الحلاوه هو ده. بنفس الشكل ده كده لغايه كده فل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنحط الزيت بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، رشه ملح صغيره للامانه هنا. شويه زيت، نقلب الزيت ده كده، يبقى زيت سكر. شوف القوام هنا بقى غليظ ازاي، مجرد ما حطيت الزيت. لو خفقت شويه كمان هيطلع معايا مايونيز. حلو الكلام. هنحط يا عم الشيف، هو ده هو ده، حليب واحد كوب بس، تمام زي الفل. بص بقى التركايه، نعناع اخضر. يا ويلي يا شيف، ايه ده؟ ايه الافكار الحلوه دي؟ دي مش موجوده في المكرر يا استاذ رحاب، ده مش موجوده. هو ده هو ده، زي ما هو. اوعى تحط العرق بتاع النعناع، الله يوفاك. مرار، ربنا يكفينا شغل المرار. هنشيل كل ده من هنا ونجيب معلقه خشب زي دي كده، ونقلب الخليط ده كده. ننزل بالدقيق بتاعنا بعد ما نضيف له البيكنج باودر. دقيق وبيكنج باودر، مواد جافه لوحديها. بناخد ده كده ونقلبهم مع بعض. المضرب ملوش مكان بينا. هناخد الخليط ده يا عم الشيف في قالب لطيف حلو، ولازم يكون له القوام ده كده. شفت الحلاوه دي كده؟ عايزه كمان شويه دقيق، كفايه. يبقى انا عندي 2 خليط. متابعين الحلقه من البدايه. بعد ما حطيت البصل يتكرمل مع الجزر على النار، نسيته خالص. قطعت فواكه بالشكل دي كده، تشكيله من الفواكه اللي موجوده عندك، ممكن تكون انت احسن منه وعندك فواكه احسن من دي، مفيش مشكله. خلطنا المواد السائله اللي هي البيض مع السكر مع الزيت مع الفانيليا، حطينا الدقيق والحليب. يبقى عندي 2 مقدار. نجيب القالب بتاعنا اللطيف الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، ونحط الفواكه الحلوه دي كده على الخليط ده كده، ونقلب كده الكميه ديت اهو في القالب بتاعنا اللطيف ده كده. شفت ازاي؟ ونحط جزء من الفواكه هنا. الله. وناخد الخليط بتاعنا ده كده. تسلم ايدك يا شيف والله، ايه الحلاوه دي؟ اول مره اشوف الكيكه تتعمل كده. احنا هنروح احنا مع بعض، وانا حطيتها في اول التايم بتاعنا. دي عازلها تقريبا من 30 ل 40 دقيقه، واعتقد ده التايم اللي بقى عندنا. هنشوفها مع بعض دلوقتي حالا اهو. بيسالوني في الكنترول ليه حطيت شويه فواكه في ارضيه القالب، ما قلبتش الفواكه كلها؟ سؤال حلو قوي، عجبني السؤال ده على فكره. لان انا الفواكه اللي انا حطيتها في ارضيه القالب ده، مقدار الكيكه ده هينزل عليها ويتبصم عليها بصمه معويه في الفرن. طبعا لما بتتعرض على درجه الحراره بتاعت الفرن، هتلاقي الفواكه اللي انا حطيتها في قلب في الارضيه من تحت خالص وصل لها مقدار الكيكه. عينيا زي الفل. هنقلب كده ونظبط الدنيا. ادي القالب فيها عنب، فيها نفسك في البطيخ، فيها في الخوخ، فيها
دي فيها خبره طويله يا عمور والله. شفت العنب شبه البلوبر في قلبيها. انا حاطط العنب الاسود ده عشان الاولاد بيحبوا البلوبر، سعره غالي. العلبه بتعمل كام؟ هو ده هو ده. ادخلها الفرن بالشكل ده كده. لو في فراوله انت ابن حلال والله، لو في فراوله ماشي. درجه حراره الفرن عندي 180، دي مكانها فين في الفرن؟ الطبيعي ان انا لازم اظبط الفرن بتاعي، دي ما ينفعش تتحط على الشبكه خالص. حلو الكلام، هو ده مكانها. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، هو دي. يلا بص عليها كده، بص عليها وصلي في قلبك، صلي على الحبيب قلبك يطيب. كيكة من تشكيلة الفواكه فيها ما لذ وطاب، نفسك في البطيخ فيها، نفسك في العنب فيها، نفسك في التفاح فيها، كل حاجة زي الفل. هنقفل الفرن بتاعنا وعد بالظبط كده بسرك لمدة 30-35 دقيقة، هتلاقي عندي الكيكة فيها كل العناصر الغذائية وتناسب أيام العيد، لأن مش هتلاقيها عند فكهاني ولا هتلاقيها عند محل حلويات ولا هتلاقيها في أي محل خالص غير عندك أنت وبس، تبقى أنت معاك حق الإيه؟ حق الاختراع. الله، بص بالله عليك تبص عليها في الفرن قبل ما تطلعها. غزلها، الحاجة الحلوة بنغزلها. ايه الحلاوة دي يا عم؟ مش بتطلعها من الفرن؟ يلا بينا. فيها كل انواع الفواكه، اللهم صل على النبي. لا البطيخ، هوريك البطيخ دلوقتي، مش داخل راسه وحاطط البطيخ في الكيكة ازاي؟ البطيخ ده شوفه حتة جبنة قديمة، حتة فطيرة مشلتت. لا جيب البطيخ بالله عليك، شوف البطيخ فين مكانه؟ معلقة الدقيق اللي أنا حطيتها على الفواكه وقلبتها هي اللي مثبتة مكانها ومثبتها في المكان الحلو ده كده. حلو، اي فواكه طازه جايباها معلقه دي وشويه قرفه استخدميها زي ما انت عايزه.